عناية عناية. مفيش مرة حد يخرج من علاقة ويعترف انه غلطان. اخد لك هدية كلها بقى. مفيش مرة حد يخرج من علاقة ويعترف ان هو اللي كان غلطان. دايما اللي بيحكي عن العلاقة بيتكلم من خانة الضحية، سواء كان خارج منها او لسه فيها. بالمناسبة، الانصات للمشاكل العاطفية محتاج تعامل ساخر وقاسي، ولكن في اطار المنطق والعقل والفلسفة. انا علي انديل، ودي حلقة جديدة من اعظم برنامج في الدنيا والتاريخ، اديكو من خبرتي. بيقول لك ايه بقى لما السايس يظهر لك عشان تديله فلوس؟ قول له لا يا باشا والله اوبر. اوبر ليه بقى؟ ده عرف كده ان السايس ما بياخدش فلوس من التاكسي واوبر عشان بياكلوا عيش وبتاع. وانا طالع لي اكمل مشوار عشان اديك 5 جنيه. فجاه اصبحت ال5 جنيه مبلغ كبير، خاصه انها هتدفع بدون مقابل. هو السايس بيعمل ايه عشان تديله فلوس؟ هنتناول الموضوع من زاويه مختلفه. السايس لا بيغسل العربيه، ولا حتى بيطوقها بفوطه زفره، ولا واقف جنبها عشان يحميها. وعشان يختفي براحته بيحاسبك مقدما، بل ويتطاول ويتدخل في خصوصياتك كأنه مسؤول النظافة في سلبك المحلاوي. هتطول، هتتأخر، هتغيب. خلاص بقت كل أمورنا في الحياة معلومة المدة وبدقة، لدرجة إن الركنة كمان في الشارع هنحسب لها تايمر. ال5 جنيه فجأة كبرت، وبنتكلم في بديهية إنها مش من حق السايس أصلا. وبالتالي توصل الإنسان إلى ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة. كل ما هيركن في حتة هيدفع 5 جنيه. ما هو مفيش نتورك بين السياس علشان يعرفوا إن ده خلاص دفع النهاردة مرة أو 2 أو 3 أو 4 أو 5. انت نزل تشتري لبس، اكيد هتعدى على 10 محلات مثلا، انت هتدفع في كل ركنة 5 جنيه، وراح تفاصل في البنطلون اللي هو خدمة هتاخدها. اضطر المواطن ان هو يعمل حلول كتير، او يدور على حلول كتير، بل ووجدها. انه مثلا يعمل نفسه ظابط العقيد، بيب بيب بيب، طالع باشا ملازم اول محمد راح جه بسرعة. تعمل ان انت عندك حالة وفاة، تمسك الموبايل كده، البقاء لله البقاء لله. فين اللي طالع باشا؟ الباقي في حياتك، حياتك الباقي الله يخليك. هذاك الاحرى هو طبعا هيعطل كده. في حلول تانية ان انت ممكن تخش راس براس بقى وتقول له لا ليه ان شاء الله، اديك فلوس ليه؟ ها اديك فلوس ليه؟ ما بتدفعش انا حبيبي. تعمل النمره دي، ساعتها هيقول لك ايه؟ حلو، طب والله يا باشا انا مش هحرس العربيه، لو جيت لقيت العربيه فيها حاجه انا مش مسؤول. تلاقي بقى الاربع فرد على الارض، الفانوس معمول مشمش بره عني. فكخطة دفاعية المواطن حاول كذا مرة يدافع عن نفسه. لا دي مش هديكم خبرتي، دي يدافع عن نفسه. واصبحت الخطة هي الهروب مش الدفاع. متفقين؟ متفقين. اصبح في علاقة بين المواطن والسايس، برغبة السايس وتوقيت السايس ومكان السايس، بل والاخطر وقوانين السايس. متخيل الظلم؟ ظلم، لانها قانونا وبديهيا ومنطقيا ما ينفعش تتوجد خالص خالص، ولانها المفروض ملهاش غير شكل واحد فقط لا ثانية له، حرية الاختيار المطلقة للطرفين. بمعنى ايه؟ السايس من حقه يختار المواطن اللي على مزاجه عشان يعرض عليه خدماته. خدماته تنظيف ركن، لو حضرتك يعني بتطلع عين ابونا على ما تحضني العربية في اللي وتفضل في نص الشارع، برضو بلاش دي عشان دي عنصرية. تنظيف، مسح، غسيل، حراسة، فوطة زفرة. والمواطن من حقه يقبل او يرفض هذه الخدمة. ريكوست يس اور نو يس، بس خلاص كده انا من حق اعرض. ما ينفعش تقول لي تعالى اغسل العربية، لا بابا مش شغال عندك ومش شغال معاك باتفاق، مفيش اتفاق. انا اللي اعرض، موافق حلو، مش موافق شكرا جزيلا، عيادة الدكتور احمد هنا في السادس، انتهينا. والعلاقة دي ملهاش غير عدد 2 قانون لا ثالث لهما. القانون الاول ان السايس يطلب رقم محدد ويقول والله انا هعمل الخدمة دي مقابل 10 جنيه، هاخدها بمجرد وصول المواطن لعربيته ويجد الخدمة متحققة. باش انا هغسل العربية دي، اخد 10 جنيه، ويبيع بقى، يبيع بقى الفكرة، هتيجي تلاقيها ها عروسة. والقانون الثاني هو ان السايس يلتزم الصمت ويكتفي باتمام عمله، تاركا تقديره المادي للمواطن. يقفل بقه ويشتغل، وعلى الله بقى يا رب المواطن ده يطلع كريم او غني او يعني يقدرنا. ممكن من حقه انه يدخل في السكة دي، اللي تشوفه باش، اللي تحسبه باش، اللي يطلع منك باش. كده بقى في علاقة واضحة ومنطقية، ما نقعدش بقى ايه نهري فيها. 1 2 1 2، هوب هوب، عرفنا كل حاجة. المواطن بقى في حالة ان المواطن والسايس ما يتفقوش من الاول، هنا المواطن يقدم في هذه العلاقة جنيه، 5، 1000، نص فرخة،
براحته، لان في حاجة اسمها اننا متفقين على هذه العلاقة، اتفقنا سواء كانت مؤقتة بشكل معلن، انا نازل اشتري لبس فركنت هنا مؤقتة بشكل معلن وواضح انا مش من هنا واول مرة اجي فتك، وانت هتقدم لي خدمة مش اللي هو انا غريب فافشخوني في جيبي، لا لا، او دورية عشان هركن هنا كتير، ده الكافيه اللي بقعد فيه، ده النادي اللي بروحه، ده بيت صاحبي اللي انا بعد عليه كل شوية فانا بركن هنا كتير ومحتاج حد يقدم لي خدمة، حراسة، غسيل، شطف، زي ما اتفقنا بقى خلاص قتلت بحثا بقى النقطة دي، ان مفيش فلوس كده اهو، دي حتى مش لوجه الله، دي فردة، دي اسمها فردة، او دائما لان انا ساكن هنا وده الجراج اللي تحت البيت، وهنا تتحول العلاقة، هيتحول السايس من سايس الى حارس جراج، وقد يكون حارس عقار، ولكن في اتفاق واضح، وبالتالي الاتفاق طور في العلاقة وداها صيغة تانية خالص. يعني ايه الكلام ده يا احبائي الصغار؟ معناه ان العلاقات اهم حاجة فيها اتفاقنا على وضعنا فيها قبل ما نتفق على تفاصيل كتير فبدري جدا وباكر جدا مجرد التفكير فيها، عشان بنتفق على حاجات قدام خالص اللي هو هنا. نبص بقى تحت رجلينا، لا 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 ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، ايه ما انت ما قلتلي، خناقه، وخناقه مصيريه وحتميه ومركزيه، تفاصيل كتير جدا نقدمها ونلاقي في الاخر الطرف الثاني بيرملنا جنيه. جنيه يا استاذ؟ لحظه 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 يا استاذ، ما اجيبش حاجه الجنيه ده يا استاذ. هنا الطرف الثاني وبكل بساطه هيبقى عنده رد واحد، ايوه هو انت قلت من الاول انك عايز حاجه؟ نخش على الاسئله يا سامي، الفولدر اصلا مش مفتوح يا سامي، انت زعلت منه ولا ايه؟ عارف ان انا لا طبعا بجد والله، ما انت حليم لا بتشرب سجاير ولا بيره ولا حشيش ولا اي حاجه، وكل حاجه موجوده هي يا ابني، لو عايز انا قصرت في حاجه؟ لا ما جبناش بريل يا اختي، في ثلاجه؟ مفيش. سؤال بيقول يا علي الحقني بالله عليك مش عارف في ايه، يلا مالك في ايه يا علي الحقني بالله عليك مش عارف اعمل ايه دلوقتي، في واحدة انا وهي كنا بنحب بعض اكتر من 4 سنين ونص بس بعد، يا ابني انت بتاخد نفسك امتى يا جماعة؟ علامات الترقيم يا جماعة، انا كانسان دلوقتي افهم ازاي؟ يعني انت بتاخدني من زمن لزمن، من مكان لمكان، من حدث لحدث، هحاول اترجم على الهوا يعني امنتج على الهوا كده، يا علي الحقني بالله عليك حاضر اهو، مش عارف اعمل ايه، ما انت اكيد مش عارف تعمل ايه عشان كده كلمتني دلوقتي، في واحدة انا وهي كنا بنحب بعض اكتر من 4 سنين ونص ماشي، بس بعد كده اهلها قرروا من غير ما ياخدوا رأيها، زي ما هي بتقول يعني، اه ده انت شاكك ولا في ايه مالك، زي ما هي بتقول يعني ان هي خلاص لازم تتجوز، مش هيلاقوا احسن من ابن عمها، هي بتقول لي ان هي مش هيلاقوا احسن من ابن عمها، معلش يا جماعه النغمات مضروبه طبعا، هي بتقول لي ان هي ما كانتش موافقه بس دلوقتي اتجوزته وخلفت فلسه انا عندي فرصه ما الحاجات دي بتستفزني بقى. طيب الحقني بالله عليك، ده لما يبقى ابن عمها بيشرب التانج هناك عندهم دلوقتي وخلاص بيتكلموا في الاشاني ساعتها هتقول لي الحقني، لكن حضرتك الحقك في ايه؟ الحكم لو صفر ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ زي ما هي بتقول لا عندك فرصه طبعا، هي اتجوزت ابن عمها في العيله وشكلهم كده قاعدين في نفس العماره يعني، وخلفت جابت ملك بزعرير كده جميلة، والحياة بقى خدت منحة جديد، دفت المركب شيست في حتة تانية، وانت عندك امل في ايه؟ عندك امل في ايه؟ خدني على قد عقلي معلش، ان هي تجيب ملك وتيجي، وبعدين اقولك على حاجة، مش كل من قالت مخطوبة غصب عني مخطوبة غصب عنها، هي لم تقاتل عشانك فانت ليه تقاتل ذاتك عشانها؟ ام ملك ولا امشي. معانا سؤال بيقول هي مش مشكلة عاطفية، الفكرة ان انا واحد زميلي في الشغل كنا اصحاب جدا، يعني انتوا اصحاب اصلا وبعد كده بقيتوا زمايل في الشغل، وانا كمان اللي رشحته انه يشتغل معايا لانه صاحبي، اوكي يبقى كده منطقي، انتوا اصحاب وانت بتشتغل في كشك ما فجبته يشتغل، ولما دخلنا في الشغل بقى فيه مشاحنات بينا ومشاكل بسبب الشغل، منطقي بيحصل في كل حتة، المهم ان انتوا اصحاب، الفترة الاخيرة انا التايتل بتاعي انت فجأة عدل القميص وبيسألك بقى اعلى منه وبقيت بعسفه في الشغل جامد وببقى مبسوط وانا بمرمطه، انا كده مريض ولا ده العادي؟ هي مش مشكله عاطفيه، الفكره ان انا واحد زميلي في الشغل كنا اصحاب جدا، وانا كمان اللي رشحته انه يشتغل معايا لانه صاحبي، ولما دخلنا في الشغل بقى في مشاحنات بيننا ومشاكل بسبب الشغل، الفتره الاخيره انا التايتل بتاعي بقى اعلى منه وبقيت بعسفه في الشغل جامد وببقى مبسوط وانا بمرمطه، انا كده مريض ولا ده العادي؟
لا ده العادي يا مريض، انت واصل لمرحلة من التصالح مع الإيذاء ان انت ممكن تشوي قطط لمجرد التجربة. انت محتاج ترجع لورا كده وتبص على نفسك لو انت مكانه. انا معلش هاخدك في البديهيات، بديهيات لا 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 لو لو لا ده مش عادي. مفيش لا منطق ولا انسانية ولا دين ولا عرف ولا ثقافة ما بتقول ان انت تعمل كده. اتمنى واتعشم تكونوا واكلين مع بعض عيش وملح مثلا، تكونوا حكيتوا لبعض حاجات، ولا انتوا اصلا مش انت فاسد. يلا سلام عليكم اللي بعده. سؤال تاني بيقول انا حبيت واحدة ثلاث سنوات وحشني ومن كتر الزن على راسي سبتها. يعني ايه؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده انت فاهم؟ انا حبيت واحدة ثلاث سنين ومن كتر الزن على راسي سبتها. يعني في يا جماعة ماشي، في حد زن على دماغك فسبتها، من كتر الزن على راسي سبتها علشان اكون نفسي ونتجوز، بس فجأة هي قالت انها اتخطبت فروحت خطبت انا كمان. طب يا ابني ما انت بتخطب اهو، ما الابلكيشن شغاله اهي، امال هي لا ليه ما خطبتهاش ليه من الاول؟ ما انت بتخطب اهو، ولا هو في ايه؟ فكلمتني انها كانت تلعب عليا وما اتخطبتش ولا حاجه. ده انت جوز طقم شباشب دخل علينا في حياتنا اهو، وما اتخطبتش ولا حاجه، وانا الان بحب اللي خطبتها وبحب اللي كنت اخطبها. اعمل ايه؟ بتحب الاثنين؟ طب ما بتحبنيش انا كمان. حليم تعالى كده، حليم تعالى بص في اي كاميرا تعجبك يا حليم، بص العسل. ما تحب حليم هو كمان، حبنا كلنا يا ابني. انت لا حبيت دي ولا حبيت دي، بصراحه انت فاسد. عارف لما يكون في طماطمايه والطماطمايه دي فيها كده من الجنب منظر مقرف، انت كده منظر مقرف بين هاتين الطماطميتين، بقيت عفن في حياتهم. ظلمت دي وواحده بقى متخيله لك اتخطبت، ما تتلحلح انا اتخطبت. والله لو ما جتش تختار طب بص انا اتخطبت برين كده الشقلب كده تاني. انت بتحب واحده خدعتك بانها اتخطبت عشان ايه؟ وانت اول ما اتخدعت انها اتخطبت عملت ايه؟ رحت خطبت على طول. اذا فهناك فساد ضخم جدا في هذه العلاقة، وهذا السؤال هو سؤال يعني كان فاضل له حرفين جر ويرتقي. انا اسف والله، كان نفسي اكسب جائزة السؤال المختل. والان مع السؤال المختل، الفقرة اللي بينتظرها ملايين الناس في شرق اسيا. مش عايش معنا شرق اسيا. انا من كفر الشيخ بلدياتك، الا الوسطى والمحسوبية. انا هضحي بواحد ابن بلدي كفر الشيخ الحبيبة دلوقتي قدامكم علشان تعرفوا ان انا ما عنديش يام ارحميني. بلدياتك وخالتي بتسلم عليك تفضل وبتقولك اتوسطى والنبي. عناية بدأ السؤال اهو. بحب واحدة وهي كمان بتحبني، وهي حب الطفولة من زمان، واحنا مع بعض حصلت مشكلة بسببي وانا كنت غلطان، وبقالنا شهر تقريبا ما بنتكلمش، وعايز اصالحها بطريقه كوميديه ولذيذه، بفرض ان انت انسان بتفهم في الكوميديا. قالك بفرض ان انت بتفهم في الكوميديا. طب ولما هو بفرض ان انا وانت اصلا سؤالك ما فيهوش ولا علامه ترقيم ومش مفهوم انت عملته. هي حب الطفوله وانت حصلت مشكله، هي ايه؟ ما يمكن انت خنتها وقفشتك مع واحده صاحبتها، يعني ساعتها الرد هيبقى عادي. فهمني بس معلش، ساعتها ارد عليك اقول لك ايه؟ ولا يمكن المشكله ان هي دماغها صغيره وزعلت مني. بقول لك بفرض ان انت كوميدي. طب لما هو بفرض وانت مش عارف، استنى بس يا حليم، استنى بس ما تضايقنيش. بلدي ما عشان بلدياتي يقول لي بفرض. بص بقول لك بقالنا شهر تمام بنتكلم، عايز اصالحها بطريقه كوميديه، اللي هو ادخل اقول لها حاجه، اول ما اقولها كل الناس تطلع من المحلات تقول لك رتاتارانا، انت عايز حاجه كده يعني. فضلت سنين بسوق عربيات بدون تناحة كده. كنت بسوق عربيات صحابي اثناء دراستي للغة الفرنسية في كلية الاداب، واثناء استقلالي عن اسرتي المرتاحة ماديا الحمد لله، وعملي على تاكسي او ميكروباص، وتعلم قيمة القرش وكده. عيل كسيب وعارف طعم القرش، اكل من عرق جبيني ملوحة. ليه بقى كنت رافض اطلع؟ كان عندي تصور كده ان عمرها ما هتطلع الا بواسطة، تصور ظالم خالص. لحد ما في يوم وبدون ذكر تفاصيل يعني احتجت ان انا اطلع اسرع وقت خلال اسبوع، فورا بدون تردد اتصلت بواحد صاحبي وطول. كان معايا عربية احد الاصدقاء وانا مش لاقي ركنة وعمال الف بقى زي السنجاب في الحياة. تذكرت ان انا معايا وسط، فدخلت ركنت بالعربية اللي مش بتاعتي بجاحة. جالي احدهم بدون ذكر تفاصيله قال لي حضرتك علي بيه انديل؟ علي بيه انديل؟ ده انا علي باشا انديل. ايوه حضرتك انا علي.
راكب جنبي كنت بسمع اغنيه اوام كده لسميره سعيد. ده مش موضوعنا بس انا بحب في سميره سعيد انها بتنتشر في الاغنيه بتفوح كده زي الريحه الحلوه. واضح ان انا كنت مندمج كالعاده مع سميره في او مع المزيكا يعني بوجه عام. وقعد بنقر وبطبل كده على الدركسيون. فالراجل لما ركب جنبي وفي ايده ورق وملفات تخصني سالني مين اللي بتغني دي؟ سميره سعيد. سميرة سعيد. هو تقريبا من كتر ما هو بيروقراطي فما ينفعش الكاسيت ده لمؤاخذه يجي لي ورقه من الحي ومن نقابه الموسيقيين تثبت ان اللي بيغني ايش عرفت ان انت عمرو دياب وشدها طبق الاصل من نص الفصل. انا قلت له بكل بديهيه دي سميرة سعيد. علي كده يا باشا. فعليت. وطي كده يا باشا. فوطيت. طب ما انت حلو يا باشا. نعم طلعت كده. وخلال ساعه تقريبا او اقل مشيت اوام كده حرفيا. ولكن الحق يتقال بقى من يومها وانا ندمان ان انا عملت كده. ليه بقى؟ فضلت طول الوقت بالنسبه لي اثبات ان انا شخص فاسد. عمليا انا بمارس الفساد ده سواء بالمشاركه او بالتقاعس او بالاستغلال. ولاني بحب بلدي جدا ونفسي اشوفها احلى واظبط من كده بكتير جدا جدا جدا، فجلد الذات عندي كل شويه كده ينقح عليا ان انا دلوقتي بقيت فاسد. انا شاركت في الفساد بالفساد. فيمكن اتعلمت حاجة لسه بكتشف نفسي فيها دلوقتي. بقيت دايما بسأل نفسي عن رخصتي في التواجد في الحتة دي. هل انا استحق ان انا ابقى موجود فيها ولا ده فساد اللي بيحصل ولا انا من الاساس فاسد؟ وهو ده السؤال اللي انا بسأله لنفسي دايما قبل واثناء وبعد اي علاقة او اي محاولة للدخول في علاقة، لان انا مش كتير يعني. هل انا فاسد؟ هل الطرف التاني فاسد؟ ام انها علاقة فاسدة؟ وده سؤال لازم نفكر فيه كويس جدا جدا قبل اي علاقة. اعمل شير للحلقة. اشوفكم الجمعة الجاية الساعة 10 مساء عشان اديكم من خبرتي.